السلام عليكم. درس اليوم دينتال سيمنتس. دينتال سيمنتس بها بيز ماتيريال، بها سيلرز، وبها لاينر. اليوم راح ناخذ لنا دينتال سيمنتس لاينر اند سيلر ماتيريالز. طبعا احنا درسنا سابقا لجيلي بلاك كلاسيفيكيشن كافيتيز، كافيتي بريبريشن كلاس 1 2 3 4 5 اند 6. ورا ما سوينا الكافيتي وسوينا كيرز ريموفال undermined enamel removal then non-sound interior removal وراها جهزنا سوينا the principles اللي عم نزود لنا retention وال resistance form للcavity preparation وراها الcavity ما صارت جاهزة نحط لها restoration سواء so amalgam أو composite بس الامالجام والcomposite amalgam توصل لنا الحرارة composite لين يستخدم وياها مواد الأسيديتي مالتها عالية مثل أسيد إتشين فذلين احتمال يضرن البالب فلهذا لازم نستخدم دينتال سيمنتس اللي هو لاينر أو بيز ماتيريالز حتى تمنع عنا الأضرار الإريتانس مال هاي الماتيريالز ريستوراتيف ماتيريالز إن هي توصل للبالب وتسوي لنا ضرر إله هاي وأيضا طبعا نستخدمها بالسيمنتيشن بالنسبة للبيز ماتيريالز نستخدم أيضا للسيمنتيشن إن هي نلصق الكرون أون ذا بريدج نلصق الأورثودونتيك appliances على tooth structure. حالياً liner والbase material ذن يعتبرن كعوازل يعزلن البالب عن ال restoration final restoration سوينا حماية protection to the pulp against irritant تحمينا البالب من أي ضرر راح يجيها. شلون؟ أول شيء thermal protection في حالة الأمالجم restoration الأمالجم توصل لنا الحرارة والبرودة هاي راح يسوينا thermal protection تمنع توصل الحرارة والبرودة للعصب ويقلل لنا الضرر. Electrical protection against galvanic currents. شنو هو galvanic currents؟ إذا عندي هنا حشوة amalgam MOD وعندي حشوة من gold اللي هي ذهب من MOD حشوتين مالتين المواد مختلفة حشوتين من metal اثنين معدن ومختلفات مو amalgam amalgam لا amalgam بذهب gold هاي راح يوصل يصير بيناتهم اتصال ويجيب لنا في شيء اسمه galvanic currents اللي هي تيارات كهربائية اسمها galvanic راح يصير أول ما يأكل يصير شورت كهربائي قوي بحيث ما يقدر زين أول ما نحط الحشوة فلازم نفصل الحشوة عن السن من كل الجهات سواء من walls أو من bubble floor نفصلها نعزلها بشكل كامل حتى أقل هاي التيارات الكهربائية لأن أي مادتين مختلفتين من معدن مختلفتين وعلى اتصال خصوصا حشوات الكلاس 2 راح يسوي لنا شورت كهربائي ويوصل للعصب وما يقدر يتحمله نهائيا. ميكانيكال بروتكشن دورينج فاريس ريستوراتيف بروسيجرز يحمينا اثناء الريستوراتيف بروسيجر العمليات اللي احنا نسويها على مود نحط الحشوه مالتنا سواء عمليات البريبريشن كافيتي بريبريشن زين ورا ما نحط اكو لا يهمني يستخدمون نحط اللاينر نحط البيز ماتيريالز وراها شاف اكو ريكارنت كيرز على الوالز راح يبدا هم يريد يوخره او يحمينا من الضرر اللي راح يصير من الريستوريشن نفسه الموجودات سواء مالجم او كومبوزيت كيميكال بروتكشن فروم توكسيك كومبوننتس اي يمنع وصول اي توكسيك اي سموم للعصب سواء هاي الاذيه اللي راح تجينا عن طريق الكيميكالز اللي هي اسيد اتشينج في حاله الامالجم ريستوريشن او الامالجم في حالة الكومبوزيت ريستوريشن نحط أسيد إتشين وخاف يوصل للعصب فهذا يحمينا من عنده أو حتى في حالة الأمالجام أيضا الأمالجام تتكون من خمس مواد رئيسية زين زينك وزئبق وذن يكونهن احتمال أيضا يستربع عن طريق الدنتال تيوبولز ويسوي لنا ضرر بسيط فهذا يحمي ضدنا يحمي يسوي لنا ثيرمال بروتكشن إلكتريكال بروتكشن ميكانيكال بروتكشن كيميكال بروتكشن ايضا يمنع لنا يقلل لنا المايكرو ليكج شنو هو المايكرو ليكج هاي الريستوريشن هاي التوث ستراكشر هاي اسمها انترفيس توث ريستوريشن انترفيس هنا لين حار وبارد حار وبارد ياكل المريض يشرب فالحشوه هنا راح تتقلص وتتمدد تتقلص وتتمدد فهنا راح شيء يصير عندي جاب ويصير عندي مايكرو ليكج يصير تسرب يدخل الأكل والكيرس ويصير عندي ريكارنت كيرس والبكتيريا تدخل وراء يصير عندي شنو كيرس ريكارنت كيرس فتفشل ويانا الحشوة فلازم نحط
varnish او bonding agent حتى يسوي لنا seal للديتانيا تيوبولز ويمنع لنا اي مايكرو ليكج يصير. فعندنا هنا الوالز والطبقة الأولى تمنعنا اللي يسوي لنا يزيد لنا الكيميكال بروتكشن، يزود لنا بالكيميكال بروتكشن. عندنا أيضا البيز ماتيريال يزود لنا بالميكانيكال بروتكشن ويتحمل بيجي لنا ثيك البيز ماتيريال فتتحمل الثيكنس مال الأماجم ريستوريشن أو إيفن كومبوزيت ريستوريشن، بس هو الأماجم ريستوريشن يتحملها. وجوا يكون هنا عندي اللاينر، اللاينر لين بمواد تساعدنا على تكون السكندري دنتين بسرعه ريباراتيف دنتين فنحطها دائما، ويقلل لنا ايضا الكيميكالز الموجوده بالبيز ماتيريال حتى يمنعها ان هي توصل شنو؟ توصل للبالب. بالب بروتكشن ان شالو اند مودريت كاريوس ليشن. اذا عندي حشوه تكون عندي كافيتي تكون شالو يعني مو عميقه، والشالو تكون عندي مودريت، وعندي ايضا الديب كافيتيز. بالنسبه للشالو كافيتي اللي هي تكون هسه دخلنا احنا بالدنتين، يعني شلنا الانامول ويا دوب هسه دخلنا بالدنتين، يعني حجمها الديب مالتها كله بين ملي ونص الى اقل من 2 ملي. المسافه ما الدنتين راح تكون عندي هاي بين هاي البلبل فلور وبين البلب، مسافة الدنتين راح يكون عندي أكثر من 2 ملي، اللي هي يسموكم إياها RDT. RDT معناها remaining dentine thickness. زين الثيكنس مال الدنتين المتبقي هاي إذا عندي أكثر من 2 ملي فهي راح تكون وياي شالو. عندي لا بين نص ملي إلى 2 ملي فراح تكون يسمها moderate، بينما إذا عندي لا أقل من نص ملي وأقل راح تكون عندي شنو اسمها deep cavity. بالنسبة إذا shallow amalgam نحط فقط varnish على الwalls والfloor وننهي الموضوع ونحط وراها بسرعة amalgam restoration. أما إذا عندي composite restoration فراح نحط فقط bonding agent. bonding agent نحط وراها نحط acid etching bonding agent ونحط composite materials وها هي. بينما اذا مودريت عندنا هنا لا لازم نحط لاينر ماتيريال اللي هو كالسيوم هيدروكسيد ونحط فوقه الريستوريشن الفارنش بعدين الريستوريشن. اذا عندي بالنسبه كتب يستخدموها مدارس يستخدمون هذا الشيء، وكو مدارس لا يقول لك نستخدم بيز ماتيريال زنك فوسفيت او زنك اوكسيد وجنوف سمن. اثنيناتهم صحيحات، تحط اما لاينر وبعدين تحط الفاينل ريستوريشن سواء امالجام او كومبوزيت، وايضا تحط يا اما بيز ماتيريال وتحط فوق الفاينل ريستوريشن. اهم شيء وحده منهم يا اما لاينر او بيز ماتيريال وراء فاينل ريستوريشن. اما الديب كافيتي لا طبعا نستخدم الاثنيناتهم، نستخدم نحط اللاينر وراها البيز ماتيريال وراها الفاينل ريستوريشن، بس عندي ثلاث طبقات. هذا deep cavity indicators نشيله وراها نحط calcium hydroxide اللي هو اللاينر، وراها نحط base material أي مادة تكون موجودة zinc oxide eugenol zinc phosphate polycarboxylate، وراها نحط restoration. فيكون عندي ثلاث طبقات liner base final restoration حتى يحمي العصب، لأن صرنا قريبين جدا من العصب. هاي الحشوات عندي هنا إذا amalgam وعندي شالو كافيتي والريمينينج دنتين ثيكنس يكون عندي اكثر من 2 ملي، فما يحتاج نحن نحط الا فقط فارنش فقط وراها فاينل ريستوريشن. اذا عندي مودريت كافيتي فراح نكون هنا معناها حجمها بين 0.5 الى 2 ملليمتر، فراح نستخدم شنو يا اما لاينر بعدين فاينل ريستوريشن، وايضا طبعا لاينر فارنش بعدين final restoration، أو نحط base material بعدين liner بعدين amalgam restoration، أو إذا عندي deep قريبة من العصب جدا فراح نحط liner بعدين base material بعدين varnish بعدين amalgam restoration. بالنسبة إذا amalgam إذا glass ionomer ما يحتاج ان احنا نحط لا بالشالو ولا بالمودريت، نحط فقط بالديب كافيتي. زين
لان ما يوصل لا حراره ولا بروده، والكيميكالز مالته مو يعني تتسرب عن طريق الانترنت يوصل توصل الباب وتسوي لنا ضرر. لا، الكومبوزيت نفس الشيء، نحط فقط بوندنج ايجنت، بوندنج ايجنت وراها هاي طبعا اذا شالو واذا مودريت، بينما اذا ديب لا، بالديب راح نحط هنا اللاينر، راح نحط اللاينر طبقه اولى وراها نحط البيز ماتيريالز تكون طبقه ثانيه وبعدين الكومبوزيت. الامالغام وال بالنسبه للامالغام وبالنسبه للكومبوزيت نكون منتبهين جدا بالنسبه لللاينر والبيز ماتيريال نستخدمها. عندنا احنا الامالغام نقدر نستخدم وياه اي ماده، نستخدم كالسيوم هيدروكسيد وراه نستخدم زنك اوكسيد يوجينون، البيز ماتيريال وراه الامالغام، فارنش وراه امالغام. بالكومبوزيت اذا عندنا كومبوزيت ما نقدر نهائيا نستخدم فارنش، نستخدم بوندنج ايجنت بداله، لان فارنش راح يتعارض ويا اذا ويا كومبوزيت البوليمرايزيشن للكومبوزيت وايضا للبوليمرايزيشن للجلاس اينومر. فاذا عندي حشوه جلاس اينومر او كومبوزيت بنستخدم فارنش، ولا نستخدم بيز ماتيريال نستخدمه اللي هو الزنك اوكسيد يوجينون. لا، زنك اوكسيد يوجينون نستخدمه ويا الامالغام. اذا كومبوزيت لا، راح نستخدم لاينر اللي هو كالسيوم هيدروكسيد عادي، والبيز ماتيريال راح تكون مالتي جلاس انمر بيز ماتيريالز، جلاس انمر نستخدم از بيز ماتيريال، وراها بوندنج ايجنت مو فارنش، وراها نحط الكومبوزيت. نكون منتبهين هاي الفرق بين الكومبوزيت وبين الامالغام ستريشن. الجولد لا، شالو ما نحط اي شيء، مودريت نحط بيز ماتيريال، و ديب حال امالغام والكومبوزيت لازم نحط لاينر وبعدين نحط بيز ماتيريالز. هاي ثابته، قاعده ثابته لهم. ماتيريالز يوز فور بالب بروتكشن، احنا قلنا ليش نستخدمهم على مود شنو؟ اول شيء تعزل لنا البالب، انسوليت ذا بالب، تعزل لنا البالب ثيرمالي ميكانيكالي كيميكالي، اي ضرر يجي له سواء يكون ثيرمال او كيميكال او ميكانيكال هذا يعزله ويقلل الضرر اللي يوصل للعصب للبلب. عندنا يقلل لنا المايكرو ليكج وبالتالي يمنع لنا الريكرنت كيرز، يحمينا البلب بالديب كيرز. في حاله الاندايركت بلب كابينج كيرز اذا اشيلها راح اطق العصب ويصير عندي اكسبوجر، فخلي الكالسيوم هيدروكسيد على الكيرز اللي هو قريب جدا من العصب حتى يسوي له ارستد كيرز، يعني يثبط نمو البكتيريا هناك، وال من الستة أسابيع يوقف التسوس والكيرس يتحول زين إلى قلنا من كيرس أكتيف كيرس إلى أرستد، فيصير ما عليه أي ضرر حتى إذا بقينا إذا سوي حتى بالبروب أريد نخرجه ما يتخرج زين. فبالحالة حمانا العصب وأيضا prevent bacteria and toxins from affecting the bulb، يمنع السموم وسموم بكتيريا الاسيديتي مال البكتيريا والبكتيريا نفسها، ويمنع السموم مال اي شيء زين ان هي توصل للعصب، لان سوينا شنو؟ انسوليت ذا بالب، عزلنا البالب نهائيا، صار السمنس عندي السمنس محوط البالب من جهه البالب والوولت من جهه الفلور، فما في اي شيء يوصل للبالب لا عن طريق الترمنتيف يوصل موجوده بالوولز او بالبالبال فلور. Classification of bulb protective agents، عندنا هنا يا اما يكون عندي سيلرز اللي هي فارنش او بوندنج ايجنت، وقلنا هذا نستخدمه ويا الامالغام وهذا نستخدمه ويا الكومبوزيت ماتيريالز. عندنا وراها اللاينرز وشرحناكم اكو الكالسيوم هيدروكسيد، وعندنا البيز ماتيريال هو مثل الزنك فوسفيت هسه نجي عليهم بالتدريج. فارنش، شنو الفارنش؟ فارنش عباره عن ريزن suspended in solutions. شنو solutions؟ اللي هي solvent زين، محاليل مذيبة هي ether أو chloroform. هذا الريزن ما بارنش زين، ودائما يحتوي على عدة مواد من ضمنها الفلورايد. هذا فارنش إذا نحط له ether أو chloroform اللي هو solvent راح يصير thick، لأن الفارنش عادة يجي جدا طبقة رقيقة زين thin film. اذا حط له ايثر او كلوروفورم راح يصير thick
فراح نقدر ناخذه ونطلعه من العبا مالته ونحطه وين على الدنتال ستراكشرز زين على التوث سيرفيس. اول من طلع من العبا مالته راح يتبخر السولفنت راح يتبخر راح تبقى الطبقه الرقيقه مال الفارنش. لهذا لازم احنا بنحط الفارنش نحطه على شكل طبقتين طبقتين حتى الطبقه الاولى غطت جزء من التوث ستراكشرز الطبقه الثانيه تكمل وتغطي باقي الجزء اللي اكو اي جزء ما تغطى بالفارنش حتى نتاكد انه تغطى الفارنش كله. شويه بالهواء بالهواء مال دلتا تشير نسوي له سبراي خفيف حتى السولفنت الموجود يتبخر وياي نهائيا. نريد نبخره كله حتى يتغلل الفارنش بالدنتال تيبيوس ويمنع بعدين اذا حطينا الاماجم ستريشن يمنع اي ثرمان كونتاكت بين الحشو وبين السن اي اشياء حراريه توصل للسن وبالتالي تضر العصب سواء بسبب المشروبات البارده او الحاره. الفوائد مال الفارنش اول شيء يستخدم عم نقلنا المايكرو ليكج اكيد لين سد لنا الدنتال تيبيوس وبعدين معناها راح يسد اي ليكج راح يصير ويانا سواء فود ديبرز او بكتيريا تدخل راح يمنعها يقللها لنسد الدنتال تيبيوس. امبروف سيلينج ابيليتي اوف ذا امالغام اكيد قابليه الامالغام للسيلينج راح تزيد بسبب الفارنش. الفارنش راح يغطي كل التوث ستراكشر سواء ووز او البابل فلور ونحط الامالغام فصار عازل السيلينج ما تهمن تحسن. يقلل لنا بوست اوبراتيف سنسيتيفيتي هو اذا سدينا احنا الدنتانيا تبيوز بسبب الفارنش معناها اي شيء ما راح يوصل للعصب وبالتالي سنسيتيفيتي راح شنو تقل. انت اذا حطيت امالغام ريستوريشن وبنفس اليوم جاك المريض قال لك اني بس اكل بس اشرب بسرعه سني يصير علي معناها عرف ان انت نسيت تحط الفارنش فلازم تحط فارنش حتى يمنع التوصيل. Prevents discoloration of tooth by shaking migration of ions into the dentin. يعني شنو؟ الأمالغام قلنا يتكون من عدة مواد زين خمس مواد رئيسية هاي بها ions هاي الأيونز راح تدخل بالدنتين دنتال تيوبيولز ونعرف احنا الإنامال هو يعكس لنا لون الدنتين. الدنتين يجي لون غامق وهذا الإنامال شفاف يعكس لنا لون الدنتين. إذا الأيونز مال الأمالغام دخلت بالدنتانيال تيوبولز راح تبين الحشوة يعني من الدنتين راح يعكس لونها على الإنامل وراح يبين غامق. من يبين السن غامق سواء جهة البكر أو اللينجوال أو حتى جهة الكاسب أعرف إنه الأيونز هاي سربت على الدنتانيال تيوبولز ونعكس لونها على الإنامل. فإحنا حتى نمنع هذا الشيء لازم نحط فارنش على الوالز. Indications for use of varnish شلون نستخدمه؟ دواعي استخدام الفارنش. سيل دنتانيا تيبيوز ذكرناها عدة مرات يسوي لنا سيل وبالتالي يمنع لنا الثيرمال يسوي لنا يزود لنا الثيرمال بروتكشن للبلب. To act as a barrier to protect the tooth from chemical irritants from cements. Cements مثل زنك فوسفيت cements الاسيديتي مالته عالية فهذا من نحط احنا فارنش زين هذا راح يمنع السيمنس الكيميكالز الموجوده بالسيمنس ان هي توصل للبلب وتسوي لنا اريتانت. ريديوس مايكرو ليكج نحطها على الوولز وبالتالي راح يمنع انه يصير ليكج بين التوث ستراكشر والريستوريشن ايضا شرحناها. كونترا اندكيشن شو وقت ما نستخدمه؟ ركزوا كل زين قلنا بالبدايه الفارنش ما نستخدمه اذا عندي كومبوزيت ماتيريالز هي ريستوراتيف ريزنز. ريستوراتيف ريزنز عندي كومبوزيت وعندي وعندي الجلاس انومر فيلينج. فاذا عندي جلاس انومر فيلينج عندي كومبوزيت عندي ريزن فيلينج ما نستخدم ويا الفارنش. ليش؟ لان راح يتعارض ويا عمليه البوليميرايزيشن اللي هي عمليه السيتنج مال الكومبوزيت او الجلاس انومر راح تعرض وياها بالتالي ما راح تمسك وياها الحشوه. فما نستخدمها نستخدم الفارنش فقط ويا الامالغام ريستوريشن.
اذا استخدم الاير جاس انه ما راح ياثر لنا على البوندنج سترينث مالته بينه وبين السن، واذا ويا الكومبوزيت راح ياثر لنا على عمليه البرم المره اللي هي بوليمرايزيشن. ريزن بوندنج ايجنت هو هذا اللي نستخدمه ويا الكومبوزيت ماتيريالز قلنا ويا الامالجام فارنش، وبعدين جاء شيء اسمه امالجام بوند. زين حاله حال بوندنج ايجنت بس ذاك فقط للسبيسيفيك فور امالجام ريستوريشن للامالجام فقط. ناي بوندنج ايجنت هذا نستخدمه ويا الكومبوزيت ماتيريالز، نستخدمه فقط ويا كومبوزيت ماتيريالز جوا كومبوزيت ماتيريالز وعلى الوولز ايضا. Indications طبعا نحطها باستخدام كوتن ابليكيتر. Indications to seal the internal tubules to treat dentine hypersensitivity. حاله حال الفارنش يمنع عندنا sensitivity وايضا الدنتانيال تبيولز تسوي لها سير ويمنع اي ضرر ممكن يصير ويدخل عن طريق الدنتانيال تبيولز سواء كيميكالز او بكتيريا. عندي اللاينرز، وصلنا لللاينرز. اللاينرز عباره عن materials that can adapt more readily to all aspects of the tooth preparation. The tooth cavity. هذا يقدر نحطه أول ما نحطه يكون flow على شكل سائل بس thick creamy. يكون على شكل creamy. فمن نحطه بالبداية راح يقدر إن هو كل الأماكن حتى الأندركاتس يغطيها بشكل freely بحرية كاملة. وراها ننتظر إلى أن يصير له thick ويصير له setting يصير صلب بعدين. وراها يقدر يسوي لنا البروتكشن سواء تكون كيميكالز. اهم شيء يكون مالته الثيكنس يكون 0.5 هاي بالنسبه لللاينر ماتيريالز. بيز تكون له 0.75 ملي الا ربع. indications of use of liners. لانس شلون نستخدمها؟ تسوي لنا اكيد بالب بروتكشن. بالب بروتكشن من شنو؟ chemical irritants by sealing ability. Sealing ability سوى sealing للدنتانيال تيبيوس وبالتالي يمنع اي chemicals تدخل للدنتانيال تيبيوس وتضر البلب. Work as electrical insulation. قلنا لكم مثل galvanic currents يمنحها. يمنع توصيل اي تيار كهربائي للدنتانيال تيبيوس وبالتالي للعصب للبلب. To stimulate formation of reparative dentine. قلنا في حالة ال indirect bulb cupping والدايركت بالب كامينج هذا يحفز لنا انه يتكون ريباراتيف دنتين، الدنتين المتضرر صار له كيرز او اللي شلناه اثناء عمليه الكافيتي بريباريشن هذا قريب من العصب صار، هذا يحفز لنا يتكون الريباراتيف دنتين بذي المناطق اللي هي قريبه من العصب حتى يحمي قريبه من البالب حتى يحمي لنا البالب. Materials used as liners. شنو المواد نستخدمها كلاينر؟ احنا هواي حكينا قلنا زنك قلنا كالسيوم هيدروكسيد زين غير شكو اكو زنك اوكسيد يوجينول لاينر. هذا زنك اوكسيد يوجينول ايضا نستخدمه فقط ويا الامالجام ريستوريشن. ما نستخدمه ويا الكومبوزيت ريستوريشنز لان يتعرض ويا عمليه البوليمرايزيشن للريزين لل كومبوزيت ماتيريالز. ركزوا زين وهاي المعلومات. الزنك اوكسيد يوجينول عباره عن باودر وليكويد. الباودر المركب الرئيسي مالت الزنك اوكسيد نضيف له روزن. روزن هو عباره عن ريزن بس مسوي له هيتنج مسخنينه فنعطينا الحاله الصلبه مال ريزن اسمها شنو؟ روزن. هو عباره عن حاله صلبه مال ريزن نتيجه التسخين الزائد هاي تمبرشر فصار روزن. هذا عمود يقلل لنا الهشاشه البريتلنس مال السمنت. وايضا نضيف له زنك اسيتيت. ليش نضيف له زنك اسيتيت؟ حتى يزيدنا سترينث القوه مال السمنت. بالنسبه للليكويد عندنا يوجينون ومضاف له زيت الزيتون اوليف اويل. عمود يزيد الخواص مال السمنت لازم الباودر نضيف له يا اما ميثيل ميثاكريليت او الومينا. نضيف حتى يزيدنا البروبرتيز امبروف البروبرتيز للزنك اوكسيد يوجينون حسن لنا الخواص مال السمنت. او نضيف له ايثوكسي بنزويك اسيد للليكويد
اللي هو لليوجينول. خواص الزنك اوكسيد يوجينول، اول شيء يوجينول يوخر الالم، قلنا هي اليوجينول ماده توخر الالم. اذا عندي احنا انا انفلاميشن بالب انفلاميشن يكون من مايد الى مودريت، من بسيط الى وسط الانفلاميشن مالتنا، نقدر نستخدم اليوجينول سواء بالتي اف حتى شنو ريليف ذا بين، يوخر لنا الالم. مالته الناتشرال طبيعه مالته بي اتش مالته 7، معناها نقدر نستخدمه بحريه تامه بالمودريت كافيتيز، زي مودريتلي ديب كافيتيز، ما يضر العصب. بس اذا استخدمنا ننتبه، اذا استخدمناه بتركيز عالي هاي كونسنتريشن الاسيديتي مالته راح تزيد، وبالتالي راح يسوي لنا كيميكال اريتنت للبالب، فننتبه. ركزوا هنا، it should not be used under composite restoration as it inhibits polymerization of bonding agent at composite. تمنعنا عملية polymerization الكومبوزيت، لهذا ما نستخدمه نهائيا جوا الكومبوزيت، نستخدمه فقط ويا الامالجام restoration. The average setting مالته دائما يصير له setting خلال 8 دقائق، بينما الكالسيوم هيدروكسيد لا، من دقيقة إلى دقيقتين. راديو اوبك يعني يبين ويانا لما ناخذ الاشعه. يوزز استخداماته اكو منه يستخدموه كتمبوراري ريستوريشن حشو مؤقته، او سيلا بالنسبه للروت روت كانال تريتمنت اللي هي حشوات العصب، نستخدم السيلر نغطيه ويا الجتا بركا ونحطه بالروت كانال، او نستخدمه في عمليه السمنتيشن اذا نريد نلصق الكرام اندر بريدج على التوت ستراكشرز، وايضا اكو منه كبيز ماتيريالز. يعني هذا شامل، temporary filling موجود، حشو مؤقته موجود، sealer للروت كانال filling ايضا موجود، cementation موجود، base materials ايضا يستخدم. calcium hydroxide اكثر لاينر يستخدم اللي هو calcium hydroxide بكل شيء، اكثر شيء يستخدم، سواء تستخدم العادي conventional، اكو عندنا powder، اكو عندنا paste، هذا paste اكثر شيء مشتهر هو هذا او باودر، وهسه صار عندنا اللي هو الموديفايد اللي هو شنو عن طريق اللايت كيور، اقدر اصلبه باللايت كيور. الاسماء التجاريه مالته اشهر شيء هو الدايكر، عندنا الكالسيبال، عندنا هايدريكس، وعندنا الدايكر. الدايكر اشهرهم خواصه يحفز لنا ريباراتيف دنتين فورميشن. من اقول ريباراتيف دنتين اعرف انه ما يكون نايه قريب من العصب، صار عندي تسوس قريب من العصب، فلازم احط الكالسيوم هيدروكسيد. اول شيء التسوس قريب راح يسويه قلنا ارستد، يوقف بعد ما يصير اكتف وما يصير بيه ضرر. ثانيا يصير عندي باب ريزيشن، باب ريزيشن هاي باب راح يصير بيها انحسار وتنزل لي جوا، والمسافه اللي نزلت بيها راح يصير عندي في شيء اسمه دنتينال بريدج، جسر سني. زين، جسر سني هذا عمود يحمي البالب، هذا يحفز الكالسيوم هيدروكسيد. سواء حتى اذا ضربنا العصب وصار عندي بين بوينت بليدنج، يعني بليدنج خفيف، فهذا راح نحط بسرعه كالسيوم، اذا وقف النزيف نحط كالسيوم هيدروكسيد ويعالجه. يكون لنا ميكانيكال باريرز على حال اي لاينرز مات الالكلاين مات عالي من 11 الى 13، لهذا هذا اذا نحطه ونحط فوقه اي بيز ماتيريالز راح يعادلها، يعادل الاسيديتي اللي موجود بالبيز ماتيريالز اللي هو زنك فوسفيت سيمنت او سيليكيت سيمنتس، هذا راح يعادلها ويقلل الضرر مالته اللي يوصل للبالب. بايو كومباتبل يعني نقدر نستخدمه بحريه ويا اسجه الجسم اللي هي النهايه احنا عندنا اللي هو تو ستراكشرز بدون ما يسوي ضرر. بكتيري سايدل in nature يعني شنو؟ يعني مضاد البكتيريا. هاي النقطة، والنقطة الثانية عندنا هنا reason has been added to calcium hydroxide. ليش؟ نضيف reason للكالسيوم هيدروكسيد حتى شنو؟ حتى improves its properties. سوينا improvement للproperties مال الكالسيوم هيدروكسيد، يحسن لنا الخواص اللي هي improve thermal protection, improve mechanical protection، ويقلل لنا solubility، قابلية الذوبان مالته. والجديد طبعا نقدر نسوي له لايت كيور حاله حال الكومبوزيت حتى يتصلب بسرعه.
الوقت مالته على مود يصير له سيتنج افريج سيتنج تايم اللي هو من دقيقه الى دقيقتين، بينما ويا الزنك اوكسيد يوجينو قلنا 8 دقائق شويه ياخذ وقت اكثر. هاي لاينر، هذا البيز ماتيريالز، هذا الفارنش، وين نحط الريستوريشن. يوزز شلون نستخدم الكاستمر اوكسيد، شنو استخداماته؟ اول شيء كلاينر نستخدمه، ثانيا بالاندايركت بالك كابينج وبالدايركت بالك كابينج، ذني كلنا راح يشرحهم بعدين. الاندايركت بالك كابينج قلنا اذا العصب اذا التسوس قريب من البالك فنخفنا نضرب البالك فنحط الكالسيوم هيدروكسيد ونحط ريستوريشن ونقول له تعالنا ورا ست اسابيع، يكون صار لي هنا ريباراتيف دنتين وصار عندي دنتينال بريدج اللي قلنا عليه، انحصر البالك اللي جوا وفوق صار ارست للكيرس فنقدر نشيله بعدين بسهوله ورا ست اسابيع. دايركت بالك كابينج لا، وانا قاعد اشتغل ضربت العصب بشنو طلع بليدنج خفيف وضربته بشكل خفيف، فبسرعه اوقف النزيف واحط الكالسيوم هيدروكسيد اللاينر اللي هو الدايكال واكمل الريستوريشن مالتي بنفس الجلسه. ايضا نستخدمه اذا صار عندي روت فراكشرز، نستخدمه اللي قلنا يحفز لنا الريباراتيف دنتين، نستخدمه اذا عندي روت ريزوربشن زين، وايضا اذا عندي اي اوبن ابيكس موجود ايضا نستخدمه. نستخدم اذا صار عندي بيرفوريشن اثناء الروت كانال تريتمنت، اكو الاندو اكو يضربون، هاي اسمها بايفوركيشن اريا، ناس عندي بايفوركيشن بيرفوريشن تضرب هاي المنطقه، الدوره تاع الكنالز ما تعرف فتضرب المنطقه هاي، فهاي صار عندك انت بيرفوريشن، هذا ايضا يعالجها. شنو مساوئ، شنو يعني الديس ادفانتج مالته، الليميتيشنز الحدود مالته؟ اول شيء مو قوي، low strength ما تقوى ضعيفة، ثانيا يذوب بشكل سريع قابلة للذوبان. شلون نسوي الكالسيوم هيدروكسايد، شلون الخلطة، شلون نسوي الميكسينج؟ الكالسيوم هيدروكسايد مثل ما قلنا يتكون من two paste، واحد يكون base material والثاني يكون catalyst زين يسرعه، فراح ناخذ 1 ملي من catalyst و 1 ملي من البيز ونخلطهن سوى باستخدام الدايكال ابليكيتر، نستخدمه على الميكسينج باد ونستخدمه على الدايكال ابليكيتر نسوي له ميكسينج لمده من 10 الى 15 ثانيه، وراها بالدايكال ابليكيتر راح ناخذ الثين لاير ونحطها على البالبال فلور، وراها ننتظر السله سيتنج قلنا من دقيقه الى دقيقتين. شلون تشيك السيتنج مالتها صلب لو لا؟ بالاكسبلورر اللي هو البروب، ناخذ البروب ونضرب على الدايكل نشوفه، اذا ما صار عندي اندنتيشن حفر هيشي انطعج الدايكل اللي جوا صار بمثل حفر صغيره، هاي معناها انه هو بعد ما صار السيتنج، اذا لا نضربه بالبروب بشكل خفيف ونشوف صلب ما صار اي جروفز وياي، ما صار اي حفر او ما شال الدايكل وياي بالبروب معناها صار السيتنج. عندي في شيء اسمه flowable composites، هذا ايضا نستخدمه under composite restorations، هذا يستخدمه حتى اذا عندي اي undercut الحشوة الكومبوزيت ما وصلتها خصوصا بالclass 2 cavity preparation، هذا لين flowable ويعني يدخل بكل اجزاء التوث cavity preparation ويغطينا كل الاندركات، فهذا اللي يضمننا انه الكافيتي كلها تغطت بالكومبوزيت، ماكو اي فويس اي فراغات صارت موجوده عندي حتى يمنع موضوع المايكرو ليكيج مستقبلا او تكون الحشوه ضعيفه. فمالته الادفانتج اول شيء ادابتيشن تو بريبريشن وولز بيكوز اوف ذير فلو، لين مالته القدره مالته تدفق جدا عاليه قريب من السائل حال السائله، فيقدر يدخل لنا بال walls preparation walls بشكل سهل ويصير له تكيف adaptation بشكل سهل، فنستخدمه جوا الكومبوزيت. ايضا السهل استخدام من ناحيه جماليه متناسق. مساوئ اول شيء تكنيك سنسيتيف، يعني بس يصير عليه سلايفا راح يتحلل، لازم نسوي contamination free field، لازم نعزل السن باستخدام
الرابر دام او نخلي كوتون رولز دائما داير السن اللي احنا قاعد نحضره ونمنع اللسان يوصل للكافيتي اي سلايفا يعني قلنا تكنيك سنسيتيف يصير له شرينكج ورا ما يصير شرينكج اكو احتماليه انه يصير جاب فورميشن ويصير عندي ليكج بالمستقبل. بلس انمر سيمنتس بلس انمر قدره عاليه على انه هو يصير له بوند التو ستراكشرز يلصق بالتو ستراكشرز يعني مثل الامالغام الميكانيكالي هذا لا يلصق بالتو ستراكشرز مضاد البكتيريا. ليش مضاد البكتيريا؟ مضاد التسوس. ليش مضاد التسوس؟ لين بي فلورايد. هذا الفلورايد راح يقضي على البكتيريا اللي يسوي لنا التسوس وبالتالي يمنع التسوس يعمل كثيرمال بارير يمنع لنا توصيل الحراره للبالب سهل الاستخدام. اكثر شيء طبعا نستخدمه بالكلاينر نقدر نستخدمه ايضا كبيز ماتيريالز نقدر نستخدمه بيت اند فيشر سيلانت هذا بالنسبه للاطفال وايضا نستخدمه كفاينل ريستوريشن كفيلنج بس ايضا للبرايمري تيث لان حشوه مو قويه كفايه بحيث انها تتحمل تبقى ويانا سنين وسنين زين 10 سنين و20 سنه مثل الكومبوزيت والامالغام ريستوريشن لا تنحك ويا كثر الاستخدام فلهذا نستخدمه بالبرايمري تيث ايضا تستخدم كبوندنج ايجنت للاورثودونتيك براكتس لما نريد نلصق الاورثودونتيك براكتس على تو ستراكشرز نستخدم ايضا بلاس انمر سيمنتس ذاك الكونفشنال وان عندنا لايت كيورد ريزن موديفايد بلاس انمر هذا اقوى وقوه التصاقه اقوى ايضا من ال من البوندنج سترينث والسترينث مال هذا السيمنس يكون اقوى من الكونفشنال وان. الريفرنس اللي هو تكست بوك اوف اوبراتيف دنتستري مال ميشا غارك. شكرا. هذا البوندنج ايجنت نقدر هذا فارنش نقدر قلنا نستخدمه يا اما على كافيتي وولز او نقدر نستخدمه ايضا كتوبيكال ابلكيشن على اي سن بسنسيتيفيتي حتى قلنا سنسيتيفيتي. شكرا جزيلا.